أعزائي مشاهدي قناة الحرية، الحرية أستراليا، برحب بيكم. ومش عارف أبتدي الحلقة إزاي، لأني أنا في قمة السعادة النهاردة إن يمكن بعد غياب شهور لأجازة كنت فيها. يسعدني جدا إن أول حلقة أرجع أتقابل فيها، أتقابل مع ما ينفعش أقول عليهم ضيوف، لأن هو صاحب البيت ربنا، لكن هناك وكلاء أمناء، ومن الوكالة الأمينة دي في شخص عزيز جدا سافر أميال من أمريكا لأستراليا عشان يباركنا النهاردة بوجوده وبوجود المسيح اللي فيه، اللي اداله نعمة الكرازة والحب للكرازة، والمجد اسم الله. طبعا يمكن هتفتكروا ان دايما لما نبتدي اي حلقه بنطلب او بنشكر الرب الاله لوجوده في الوسط، لان اذا اجتمع اثنين او ثلاثه هناك يكون في الوسط. فاحنا بنشكر ربنا لانه صاحب المكان وضيف وصاحب القلوب. واسمحوا لي النهارده ان انا ارحب، مش عارف اقول عليه ايه، لكن اقدر اقول عليه مؤسس قناه الحريه، أقدر أقول القلب اللي ربنا اشتغل فيه حب للكرازة والخدمة، مش هقول خاصة بالمسيحيين لكن بكل إنسان محتاج يعرف الحق. النهاردة يعز، يعني عايز أقول أنا مش بجد الكلام ضايع مني، لكن أنا عايز أقول إن أنا يعني سعيد جدا بوجود دكتور رأفت ويليام مؤسس قناة الحرية. واهلا بيك يا دكتور رأفت، وحشنا جدا. اهلا وسهلا بيك. انا بس واحد من الخدام الكتير اللي بيخدموا، فانا انت جميل جدا، انا مش عارف اقول عليها ربنا ايه. ربنا يخليك حبيب. ربنا يخليك يا دكتور رأفت. انا مبسوط جدا ان اكون هنا في استراليا. احنا اسعد، واكيد الحوار اللي هيقودنا فيه ربنا النهارده هيدخلنا في حاجات حلوه جدا لانه موجود في الوسط. برضو ما اقدرش اقول ان انا بستضيف ضيف، لان هو اصلا برضو من وكلاء الأمانة اللي موجودين في قناة الحرية أستراليا ومسؤول عن حاجات كتير هنا في القناة. عايز أقول أخويا الشماس الكليريكي إيهاب وهيب، أهلا بيك يا إيهاب. واسمح لي أقول إيهاب مع الحفاظ على الألقاب. لا تفضل، زي ما انت بيقولوا عليها في الـ في الـ في الميديا أبو زمل. لا تحت أمرك. بس أنا طبعا صغير قوي عن إن أنا أكون يعني أنا مبسوط إن أنا جاي أتعلم منكم. أستاذ ممدوح مبسوطين طبعا الدكتور رأفت معنا، وأنا سمعت عليك كتير يا أستاذ ممدوح، وأنا حقيقة هتعلم منك. الله يخليك. العفو العفو العفو. ربنا يخليك. العفو. إحنا النهاردة كلنا هنتعلم من رب المجد. آمين. طيب دكتور رأفت، أنا عايز أخرج من الحوار التقليدي اللي هو سؤال وإجابة، لكن عايزين نقعد قاعدة زي ما بقوله كده مع ربنا، وأسألك سؤال. بس عايز أبتدي بآية بشاهد من الكتاب. تفضل. لما عرفت أن حضرتك جاي مشرفنا أستراليا، قلت أكتر حاجة آية تشهد عن 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 الخدمة بتاعة قناة الحرية. آية في فليبي 1 آيات 7 و8 بيقول فيها بولس الرسول: كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي وفي وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة، فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. أنا مؤمن تماما أن في قلب حضرتك اشتياق أن ترى الجميع في أحشاء المسيح، وفي محاماة وفي شغل وفي عدو الخير بيحارب وفي حاجات كتير. عايزين نرجع بقى كده للبداية، إزاي نبتت فكرة قناة الحرية في قلبك؟ مش هقول في عقلك، هقول في قلبك. وإيه الدوافع اللي حركتك، وإزاي تأكدت إنها جاية من الله؟ في الحقيقة طبعا أنا بشكركم جدا، أنا في منتهى السعادة إني أكون هنا في أستراليا. و استراليا الحقيقة عايز أقول إن هي جزء كبير جدا من اللي في قلب قناة الحرية، إنها تكون في استراليا وفي نيوزيلندا وفي هذا المكان اللي أنا عارف إن أنتم بعاد عن حاجات حتت كتيرة خالص في العالم. أنا جاي في طيارة 14 ساعة ونص يمكن، أو أطول مرة أسافر وان شوت على بعضه، لكن جاي وأنا بصلي من كل قلبي وبأحلم إنه الوقت ده يكون وقت مثمر
وان فعلا يكون وقت زيارة إلهية مش زيارة إنسان. محدش فينا يستاهل أي شيء، لكن المسيح نفسه اللي اخترنا وقال ليست أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. إلهنا في محبته بيختار المصدرة وغير الموجود، والناس اللي يعني زي ما بنقول عليهم الكسر، علشان خاطر فعلا لما ربنا يعمل حاجة يبقى باين قوي ان ايدين ربنا هي اللي فعلا العاملة. فانا بشكر ربنا جدا انه بيختار الناس البسطة، الناس اللي ملهمش اي قيمة، المهمشين. كتير من الرسل ما كانوش ناس ليهم يعني حضور اجتماعي كبير وسط الناس، لكن زي ما مكتوب عن الرب يسوع نفسه انه كان محتقر ومخزول من الناس. فالله بيحب دايما انه يختار الناس اللي يعني اخر حاجة تتخيلها ان هو ممكن يعمل بيهم حاجة، علشان خاطر يعود المجد الى شخصه المبارك. يعني لو هتكلم واقول ازاي نبتت، الحقيقة عايز اقول انها في حاجات شخصية من اللي انا طلعت فيها كان ربنا بيهيئ ازاي يحط في قلبي حاجة زي كده. انا كنت دايما بحب الدراسة، ودخلت كلية الطب وتخرجت بمرتبة شرف وحاجات زي كده، لكن دايما كان جوايا عمال افكر طب ازاي اخدم ربنا كدكتور. لغاية لما حصلت بعض الملابسات اللي فيها ربنا غيرني من ان اكون دكتور بيخدم ربنا الى ان الكور ايدنتيتي او الرؤية الداخلية لمين انا تتغير، وارى ان انا خادم وصياد للناس، لكن الطب دوت هو جزء من الشبكة اللي ربنا بيديها للصياد علشان خاطر يصطاد. فتغيير الايدنتيتي ده ربنا خد فيه حاجات كتيرة، وياما عرضت وياما عانيت وياما وياما، لكن إلهنا الصالح مش بس بيصبر علينا، لكن إيديه الماهرة بتشكلنا. اللي جوايا فعلا إنه عايز أشوف المسيح بيتمجد. أخويا ممدوح وأخويا الشماس إيهاب، إحنا هنعيش في الدنيا مهما هنعيش، لكن في أبدية. الأبدية دي هناخد فيها معانا ناس ولا هنروح لوحدنا ولا مش هنروح خالص؟ هي دي اللي فرحته للقائلين لبيت الرب نذهب. وحتى مكتوب عن ها أنا زاول أولاد الذين أعطانيهم الله. يا ترى الثمر الحقيقي في حياة الإنسان إيه؟ هل إن هو يشوف ولاده كويسين، ولا إن هو يعمل فلوس كويسة، ولا يعيش في بيوت كويسة؟ أنا عارف إن كل الناس اللي في المهجر أغلبهم جه علشان خاطر حاجة زي كده. يعني في بعض الحاجات يمكن في أثناء وجودي هنا في أستراليا مش عايز أخد الوقت كله أتكلم إزاي فضل. إن من وقت طويل خالص ربنا كان بيعمل حاجات. يعني أفتكر سنة 86 وأنا في خلوتي اليومية وألاقي هاتف روحي وزي منظر كده عمال يترسم. عمال يتعلم اللي بتقوله من نص الكلام مش كده يعني. يس طبعا. يعني عمال تقول خلوتي اليومية وأنا لقيت ربنا بيتكلم، أنا عمال أتخيل أنا أبقى جنبك إزاي. أو أي مؤمن المفروض أي مؤمن صحيح بجد الواحد لازم يكون ليه قدوة، يعني أي مؤمن المفروض يحتذي بحاجة أو بشخص، طبعا هو شخص المسيح قبل كل شيء، بس أقصد إن إحنا ما احنا بنقود بعض للإيمان الصح، ما احنا we lead by example. يعني كنت سألت مرة حد مرة قال لي ما تكلمش أولادك بالوعظ، خليه قدوة. ربنا يعني أولادك مش عايزين كلام كتير، أولادك عايزين قدوة. فاللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده الخلوة اليومية الحاجات دي، أنا كواحد يعني علماني يهمني اعرف وانا علماني بس كرس نفسي للخدمه. فده برضو جميل يعني رغم مشغولياتك والدكتور والطب والشهادات اللي خدتها والتقديرات اللي خدتها، الحاجات دي كلها مبهره لاي انسان. ولا ايه رايك؟ ثلاثه دكتوراه طبعا ووقت كبير جدا، وانا بشوفك على الاذاعه الصبح وبالليل، وانا بقول انا كنت بتكلم كنت بقول بيجيب الوقت ده كله منين؟ الوقت ده كله منين؟ ده اكيد ربنا بيمد طيب. ايده، واكيد ربنا بيبارك في الوقت. امين. انا هقطع كلامك بعد اذنك لان جالنا مكالمه وظهر الناس كلها عرفت ان حضرتك في استراليا وايهاب معنا، فقال لك مش ممكن الحلقه دي تفوت من غير ما ندخل بمكالمات. تاسوني ميري من سيدني، اهلا بيكي. اهلا. انا عاوزه اسلم على الدكتور رأفت.
اتفضلي. اهلا بحضرتك يا تصوني، اهلا وسهلا. استراليا كلها أكيد منوره بيكوا بالمسيح اللي موجود وسط كنايسهم. وبعدين بنشكرك على محبتك وعلى تعبك من اجل قناه الحريه، هي قناه جميله خالص، كل المواضيع اللي فيها حلوه قوي قوي، بتعجب الناس كلها. انا واحده من الناس المعجبين بيها، ربنا يبارك فيك. وبتابع تملي البرامج الحلوه اللي موجوده، وبنقول يعني الى الامام، وربنا يبارك كل عمل تمتد اليه ايديك. صلواتك، وأنا متأكد أن أنت تصوني يبقى زوجة أحد الأباء الخدام الكهنة، فياريت يعني توصلي له سلامي ونقبل أيدي. أبونا انتقل، هو أبونا داود شنودة حاليا في السماء وبيصلينا كلنا. بالتأكيد. أشكرك تصوني. أعتقد المكالمة تقطعت. يمكن تصوني ميري، بنشكرك على المداخلة وتشجيعك، واذكرينا في صلواتك، وقولي برضو لابونا في صلواتك يذكرنا قدام عرش المجد. امين. يعني اللي انا عايز اقوله انه ربنا بدا يغير الطريقه اللي انا افكر فيها في الامور يعني. بس اللي حصل دوت كان يوم مميز جدا، كان في شهر نوفمبر سنه 86، وانا بتذكره لانه كان فعلا في زي زياره من السماء، وربنا قعد يحط في قلبي امنيات، لكن كان بيهمس في قلبي بعض الحاجات، وزي مناظر كده قدام عينيا بشوفها، انه بيقول لي انا هاخدك اكروز اتلانتيك اوشن، انا هاخدك تعبر الاطلنطي والى الجزء الغربي من الولايات المتحده، وقدام هخليك تكون مؤتمن على منصه صواريخ، هتبعت صواريخ بس هتوصل للشرق الاوسط. والمنظر اللي كان قدامي انه زي ما يكون في سحابه سوداء كتيره قوي مغطيه نور الشمس ان يوصل للشرق الاوسط. الكلام ده كان 86، لكن زي ما يكون ربنا عمال من خلال صواريخ ديت بيفتح زي هولز او فتحات تخش منها نور الشمس للعالم العربي كله والعالم الاسلامي. فأنا ما فهمتش ساعتها، قلت له يا رب ليك المجد، أنا تحت أمرك في أي حاجة. ما كانش أول مرة أروح فيها أمريكا، كنت أو يعني رحت أمريكا بعديها بسنة، لكن رجعت تاني، وبعد كده درست في اليونيفرسيتي أوف لندن، جامعة لندن الكينجز كوليج. أنا عمال أسمع الأتشيفمنتس بتاع حضرتك. لا لا لا، كل ده برضو دي حاجات لو حكيت لك عليها تكتشف إنها معجزية، وحتى أبواب لم أطرق. أكيد عمل الله طبعا، لكن إلهنا الطيب. طيب إحنا معنا مكالمة من أمريكا. الزار مش عايزين يسيبوك يا دكتور، مش عايزين يسيبوك في سيدني. معانا منال من أمريكا، أهلا بيكي، تفضلي. مش عارفه اقول مساء الخير ولا صباح الخير. هي مساء الخير انا وصباح الخير في المسيح. اهلا بيك. وانا منال من يعني من خدام الحريه في امريكا. اهلا بيكي. اهلا بيك. وعايزه اقول دكتور رافت الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا منال. على الحريه، ومبسوطين بكل العمل الرائع اللي بيتعمل في استراليا من خلال الفريق الرائع دوت، والبرامج الرائعة اللي بتوصلنا، والفيدباك الغير عادية اللي بتيجي على التليفون من خلال البرامج، والنفوس اللي بنصلي معاها. عايز أقول لهم ربنا يبارككم، فرحانين بيكم وبنشجعكم وبنصلي لكم، وفرحانين قوي ان العمل بيمتد في استراليا، وان الرب هيتمجد جدا، وربنا هيعمل أمور عظيمة فوق توقعاتنا استراليا. ونفسي أقول لشعب استراليا احنا بنحبكم قوي وبنصلي لكم قوي وسهرانين معاكم. يعني في ربنا، ما انا لسه عايز اقول لك الساعه كام عندك. لسه عايز اقول لك الساعه كام عندك، لان ايهاب وانا برضو دلوقتي الساعه 11:30 ل5 بالليل. لكن في تيم قاعد على التليفون، في ابطال قاعدين على التليفون بيستقبلوا المكالمات، بيصلوا معاكم ويحولوا المكالمات. ربنا يبارككم جدا جدا جدا. متشكر جدا يا منال. وانا جيت هنا فوجئت ان هم عاملين لي جدول يعني غسيل ومكوى زي ما بيقول، واخدمني يعني. فصلي لي ان ربنا فعلا يديني الطاقه الروحيه والجسمانيه والنفسيه وكل حاجه علشان خاطر عمل الخدمه. وصينا الوقت ده يكون رائع مميز جدا جدا، ربنا يعمل امور عظيمه،
وترجع محمل بالثمار وبالاختبارات وبالحاجات الكتيرة اللي ربنا هيحط أقدامك عليها في استراليا من خلال إخواتنا وأحبائنا والشركاء الخدمة في استراليا. أمين. إحنا عايزين نعمل له مقر دائم هنا، فبس مش عايزينكم تزعلوا لو قلنا كده يعني. لا احنا مش هنسيبه ومش هنقدر نعمل كده، مش هنختلف يعني. الحقيقة عايز أقول إن الأخت منال بتقود فريق من 10 أشخاص، يعني مش كلهم بيكونوا موجودين في نفس الوقت علشان خاطر يعني إمكانية المادية ما تسمحش، لكن على الأقل بيكون في 2 موجودين 12 ساعة في اليوم علشان خاطر يتجاوبوا مع أسئلة الناس. كمية المكالمات اللي بتيجي لقناة الحرية لا تتخيلها، احنا بيكلمونا ناس وممكن تصبح الصبح تلاقي ان في مثلا 30-40 فويس ميل موجودين من مصر، طبعا اكتر حتة بتكلمنا السعودية، من اليمن، من السودان، من ليبيا، المغرب والجزائر. احنا نقدر نتطرق على اسئله للدول دي ولا خالص خالص. انا عايز اقول انه حسيب الموضوع ده لإيهاب يتطرق، البصمه اللي ربنا بيعملها من خلال قناه الحريه على الناس فعلا من كل العالم العربي، من ايران كمان ناس بتكلمنا، ومن افغانستان لان بعضهم بيبقى عارف بعض عربي. لكن فانا بشكر ربنا جدا. انا مش عايز اخد وقت البرنامج، بس الحاجه كله بتاعك يا دكتور. لا يا حبيبي اشكرك. الحاجه يعني اللي فهمتها بعد كده وربنا ذكرني لما بدأت قناة الحرية، انه هي دي منصة الاطلاق اللي بتبعت الصواريخ، وانه طبعا ما احناش الوحيدين، احنا يمكن نكون اصغر الكل، لكن ربنا بيستخدم قنوات كتيرة مباركة، وفعلا ربنا نفسه ان هو تبلانكت العالم العربي برسالة المسيح. عمر ما في حد ولا قناة ولا انه تقدر تقول انه هو هيقدم كل حاجة، لسبب انه انت لما بتقف قصاد منظر 3D او منظر مجسم، انت بتقدر وانت بتتمشى تشوف انجلز مختلفة، لكن الله حاطط حوالين المنظر الرائع دوت اللي هو عرش نعمة الله ناس كتير عمالة توصفه من اكتر حاجة منبهرة فيه. لما كلنا بنبقى مع بعض بنقدر نوصف الحقيقة المجسمة. فأنا بشكر ربنا لأجل كل القنوات الأمينة اللي ربنا بيستخدمها في كل العالم العربي، وبصلي لهم وبصلي إن ربنا يبارك الكل. جميل قوي اللقطة اللي قلتها حضرتك دلوقتي دي، لأن فعلا إحنا ما عندناش كومبيتيشنز بيننا وبين القنوات التانية، إحنا كلنا بنكمل بعض لمجد الله. وهم كان إحنا نتطرق لدي، بس واضح إن إحنا مش هندير معك حوار النهاردة. المكالمات زي ما بيقولوا ايه على ودنه يعني. بنت الرب دي بنت الرب من سيدني مستنيه من لاست ويك. اهلا بيكي بنت الرب من سيدني، باركتينا زي كل حلقه بتباركينا، اتفضلي. ربنا يخليكوا، سلام المسيح لاخواتي المباركين. الله يخليكي. هلو. ايوه اتفضلي معاكي. اهلا بيكي بابا. سلام المسيح يا دكتور رأفت. اهلا وسهلا، انا متشوق اشوفك. سلامتك. الحمد لله على الله يسلم حضرتك. انا مشتاق اشوفك، ويعني مش عارف اقول لك قد ايه ان انا النهارده اول ما جيت الصبح حتى واخويا ايهاب جه استقبلني في المطار وكان بدري قوي، من ضمن الناس اللي انا ذكرتهم وقلت ان انا احب ان انا اتقابل معاهم بطريقه شخصيه حضرتك، لانه انت يعني فعلا سند كبير، وتشجيعك وصلواتك صدقيني اوقات كتيره بتبقى الامور ضاغطه جدا، لكن بصلوات كل كنيسة المسيح including yourself ده بيفرق معانا جدا جدا جدا، وتشجيع حضرتك. ربنا يباركك يا دكتور رأفت. أنا ما استاهلش محبتك دي. إحنا القناة الحرية وحضرتك والعاملين في القناة مكسب كبير جدا جدا جدا، وبإذن المسيح لما حضرتك هتروح في كل حتة وربنا يبارك رحلتك دي يا رب 60-30 و60 و100 بإذن المسيح، إن أنت تقول كل مكان بتروحه يعني برضو للي ما يعرفش نعرفه قد إيه القناة بتجيب ناس للمسيح، قد إيه القناة صوت للمساكين المضطهدين في مصر، قد إيه القناة شقلبت من أخبار الحرية
لصرخ الشعب والاستغاثات اللي نزلت على القناة. كأن القناة يعني في ايدها مقاليد مصر، بس اللي في ايده مقاليد مصر صلواتكم والمسيح نفسه. يعني فعلا الناس حطت ثقتها في مصر بالذات، حطت ثقتها جامد في القناة، وحاسين ان في قلوب رحيمة، قلوب جميلة بتصلي، بترفع صلوات باستمرار علشان كل الاحداث والناس التعبانة. يعني البرامج كلها المنوعة كلها بركة كبيرة جدا جدا جدا. فبإذن المسيح انا اشوف حضرتك يوم الحد بإذن المسيح في كنيسة حسب الجدول اللي عاملينه لك، بس احب ان انت يفسحوك شويه في سيدني علشان سيدني جميله قوي. ما شفتش حاجه في الجدول فهبقى بتفرج على الصور. نفسحوك دي بتالي اسكندراني صح ولا انا غلطان؟ انا نفسحوك دي اسكندراني مظبوط؟ لا هو جايز انا قلتها بطريقه عفويه بس. طيب لكن هي انا من القاهره يعني. طيب ماشي. هو اخويا ايهاب عايز يقول لك حاجه، فلو ممكن تبقي معانا على الخط. هو الدكتور رأفت ان شاء الله هيجي وناخد بركته في كنيسه مرجرجس كينزكتون، هيجي وهيعمل عزة القداس. ونشكر الاباء ان هم يعني هيكونوا موجود واستضافوه واتصلوا بيه رحبوا بيه، وهيدي اجتماع الخدام. لا بالليل، الصبح في القداس هيبقى ان شاء الله كينزكتون من 9 ل 11:30، وممكن العذراء بالليل ان شاء الله تشرفي ونتعرف عليكي برضو. وهيدي الكلمة بتاعت اجتماع الخدام، لو تحب تحضري القداس او اجتماع الخدام او العذراء بالليل، ده بروجرام دكتور رأفت يوم الحد. اي حد عايز يستقبله ويسلم عليه يتكلم معاه، طبعا حلو جدا يبين له ازاي شعب سيدني بيحبه، وازاي ان احنا يعني مهتمين بالقناة ومهتمين جدا بكل حاجة تطلع من القناة. شكرك يا بإذن المسيح. ربنا معاك ويبارك في الرحلة، وحمد الله على سلامتك. الله يسلم حضرتك. ربنا يخليك لأمريكا واستراليا وكل العالم. ربنا سلام بارك. المسيح معاك. سلام المسيح. شكرك ومداخلاتك دايما بتبني وبتعضد صلاتك دايما. اعتقد معنا مكالمة تاني، انا ما سمعش الاسم كويس، اذا كان دكتور عادل من مصر. دكتور عماد من مصر. دكتور عماد فيكتور ناصر. اهلا بيك دكتور عماد من مصر. فيكتور ناصر مصر. الاول الحقيقة بشكر الرب من اجل القناة ومن اجل سلامة دكتور رأفت من سوريليا. دكتور رأفت سايكاتريست روحي ونفسي، دايما المسيح معاه. الحقيقة سكسسفول نفسيا بس، لكن السايكاتريست اللي بيعرفه ربنا كمان سكسسفول روحيا. سلام للأحباء اللي في الاستوديو اللي ساعدتهم، واضح انه غامره جدا بوجود اخونا رأفت معاهم. اكيد. وكرمهم ومحبتهم ووقتهم الحقيقه، عايز اشهد عن كده. حقيقه انا يعني طبعا انت عارف يا دكتور رأفت انه دي يعني انا يوميا بعمل مداخلات مع القناه. انا عارف. والحقيقه حابب جدا 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 في كل وقت اشكر ربنا على عظيم صنع، على عظيم ما صنعه في هذه القناه. وحقيقة برضو كمان في نفس الوقت انا بشكر ربنا انه القناة بالفعل ابتدت تنتشر تقريبا في كل جلوبالي، فدي حاجة رائعة خدمة المسيح. اشكر ربنا كمان الحقيقة انا طبعا نشكر ربنا جدا من اجل الموضوع ده، لان هو دايما بيستخدمكم لخدمة الذين ليس لهم أحد يذكرهم. أمين يا رب. ودي خدمة رائعة جدا جدا. أمين. جدا. وأكتر خدمة مش المسيح أميال من أجل أن يذهب للذين ليس لهم أحد يذكرهم، أمثال السامرية وغيرها. الحقيقة كمان أنا يعني حابب أن يبقى فيه فضلنا ربنا اشتركنا في القناة من خلال الماستر كارت، لكن أنا حابب أن يبقى فيه رب معلم في مصر
على اساس ان كل اللي بالجنيه المصري على اساس انه بالفعل كل اللي حابين يشتركوا من مصر يبقى سهل قوي 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 الدونيشن على رقم الحساب المعلن عن مصر. انا بشكر ربنا لانه في احد الاحباء من مصر ادالنا بنك اكاونت، وممكن حضرتك لو في الكنترول روم الارقام اللي بتطلع على الشاشه بالنسبه لمصر او كده. انا عارفه بس أوكي. ما تنزل. انا اتفضل. انا عارفه بس هو من فضلك نزله على الشاشه. انا عارفه الاي سي بي انا عارفه، بس انا عملت الدونيشن عن طريق الماستر كارد اللي كان اسهل لي عشان يبقى مصري يتاخد مصري الحقيقه. ربنا يبارك. انا الحقيقه انت فاكر من اسبوعين كنت قلت لك ثق تماما لا تقلق على عمل الرب فهو قادر ان يكفل ويتكفل بكل حاجته. فانتم العاملين مع الله دائما لا تخشوا اي شيء من يعني ستكفل الله بكل الخدمه الخاصه بالقناه كمان من خلالكم يعني بنطلب من الجميع الصلاه من اجل السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه لكي ما يعطي الرب له نور وحكمه. امين. لكي ما يعني زي ما انا كنت متداخل للحقيقه مع القناه امبارح وقلت لكي ما يحدث تغيير يريده الرب بمصر، لانه في الحقيقه مبارك زي ما بيقول في اشعياء 19 مبارك شعبي شعب مصر. نحن نثق في عمل الله في القناه وفي مصر ومن خلال رأفت وغير رأفت الرب سيعمل مع الجميع. أمين. الحاجه الاخيره really I invite you يا رأفت او اي حد من فريق القناه من فضلكم لمصر ونقصر الشتاء داخل اهو وفي مكان لكم جميعا اعضاء القناه لو نزلت في مصر. ربنا يباركك يا دكتور. سيب لنا تليفونك بقى في الكنترول روم. تليفوني موجود خلاص موجود في الكنترول روم خلاص في كاليفورنيا، لكن لو انت حابب دلوقتي اقول له على الهوا. لا 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 مش على الهوا عشان هتلاقي تليفونات كتير جات لك. اشكرك يا دكتور امين. ده نوري احنا الصعيد ده ما بنقلقش من حاجه يعني. ربنا يخليك. ربنا يبارك. الصعيد دايما وانا صعيدي بس وانا صعيدي كمان وافتخر بهذا يعني. زي ما قلت لحضرتك انا عماد فيكتور طبيب اسنان الاقصر اكلينيكيه 99. اهلا وسهلا. احنا كده نضيع معاك كده يا دكتور عماد. معانا استاذ ايهاب اكليريكي وحضرتك اكليريكي ايهاب موسوعه ودكتور رافت موجود انا بفكر اروح يعني. شكرا شكرا يا دكتور. الله يعمل بالقليل وبالكثير. الله يخليك. عمل من خلال صيادين السمك مش بس من خلال لغه الطبيب، عمل من خلال بطرس الصياد. صح. فيجعلنا الرب ونحن اطباء نستطيع ان نتعلم كيف نصيد في حقله. امين 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 امين. وانا بس اذكرونا في صلواتكم وهذكركم على مذبح الرب دايما. امين. اشكرك. اذكرونا في صلواتكم. اشكرك على مداخلتك وتعضيدك البناء ده. ربنا يباركك. معانا عادل من كاليفورنيا. اهلا بيك يا عادل. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك. اهلا بيك دكتور رافت وحشتنا جدا جدا. اهلا وسهلا. ده ما لحقش يعني. عادل لطيف يا دكتور. اهلا وسهلا يا عادل. افتقدناك في القناه. احنا يعني فعلا مفتقدينك جدا في القناه وبنصلي ان الرب يوفقك في الرحله جدا جدا. امين يا رسول. وتيجي محمد ببركات وقوه جديده. أمين. من اخواتنا في استراليا الجروب بتاع استراليا اللي بيقدموا لنا فعلا حاجات متميزه جدا وواقفين معانا بكل قلبهم. ويعني بنتمنى ان الرب يوسع طحمنا اكتر واكتر لان على قلبنا امور كتيره جدا نقدر نعملها في القناه وبنحلم بامور كتيره جدا الوقت الجاي الروح القدس يعيننا ان نعملها. وكمان يعني احنا بنقول لاخواتنا في استراليا اقفوا معانا الوقت دوت تعملون مع الله لان احنا محتاجين. أمين. نكون ايد بتبني بجد معانا في ملكوت الله. أمين. ودكتور رافت تجينا بالسلامة مستنيينك وحشتنا وتجينا بكل بركة وتحياتي ليكوا في استراليا. يعني يا عادل انتم مستكترين دكتور رافت علينا ليلة يعني خلونا نشبع منه شوية يعني. احنا هنغير التذكرة. قول له ده احنا هنغير التذكرة.
ربنا يخليك. انا في كاليفورنيا هنا. ربنا يخليك. انا دكتور وربنا معاك ويديك وقت رائع جدا. اشكرك شكرا يا عزيز. ربنا معاك. معنا ميري من سيدني. اهلا بيك يا ميري. الو. تفضلي ميري تفضلي. مساء الخير. مساء النور. ازاي حضراتكم منورين القناه واشكرك. ازيك يا دكتور رافت منور القناه منور استراليا. اهلا بيك. احنا فرحانين جدا جدا انك انت معانا وفرحانين جدا جدا انك انت هتكون في كنيستنا يوم الاحد. انا اللي هاخد بركه. انا اللي هاخد بركه. ربنا يخليك ربنا يخليك. انت مش يعني بجد مش عارفه اوصف فرحتي. الله يباركك الله يبارك. بجد بجد القناه بتاعتكم قناه مباركه جدا. ربنا يبارك تعبكم ويبارك محبتكم ويبارك كل الحاجات الحلوه اللي انتم بتقدموها لنا. احنا بجد بجد دي كنيسه دخلت بيتنا. احنا عارفين ان احنا في استراليا الكنائس بعيد شويه عننا بتاخد وقت طويل، بس القناه ديت مخليه في كنيسه جوه بيتنا. ولادنا بيسمعوا كلمه ربنا، ولادنا بيسمعوا ترانيم، بيسمعوا حاجات حلوه جدا ما بتبعدهمش عن الكنيسه والعالم اللي حواليهم دوت. فيعني احنا حابين القناه بتاعتكم جدا وحابين كمان في برنامج لماذا ده جميل جدا طبعا. جدا. استنيه بقى ما تمشيش عشان هو بعد الحلقه دي على طول. حاضر. وانا بجد بجد بشكر تعب محبتكم. ربنا يعوضكم وربنا يقويكم ويقف معاكم ويساعدكم ويخلي القناه دايما دايما مناره للمسيح، تخلي كل الناس تيجي للمسيح ويبقوا مسيحيين ويبعدوا عن الشر، ويبقى بجد بجد تبقى كنيسه في كل بيت. امين امين يا امين. رب. امين يا رب. اشكرك يا ميري. مرسي خالص. مرسي يا استاذ هاني. مرسي يا دكتور رافت. مرسي ومرسي للمقدم مش عارفه اسمه سوري. هو مقدم وعميد في نفس الوقت. ممدوح. استاذ ممدوح. ويعني كان صول قبل ما يخش الحلقه دي بس ربنا كرمنا يعني. ربنا يبارككم يا رب. الله يخليك. شكرا يا ميري. شكرا. هي المكالمات تفرع كلها وتعضل. احنا كنا بنتكلم فيها دكتور. بنتكلم على الحريه يعني ازاي جت. انا مش عايز اخد وقت النفسي. لا بالعكس احنا هنشارك مع بعض استفيد منه. لا كل لا كل الناس. لكن في عجاله سريعه انه يعني زي ما قلت ان يمكن التغيير الاساسي كان انه صورتي تتغير جوه نفسي. انا اساسا خادم لربنا، الطب يروح ويجي، لكن الحاجة الأساسية أن دي الدعوة بتاعت ربنا. وأعتقد أن دي الحاجة اللي ربنا بيعملها مع كل الناس فعلا اللي عايشين معاه، أنه القيمة الحقيقية لحياتك ما هيش في الأرض، في اللي بيحصل في الأرض. والله وعد أنه اللي بيترك أبه وأمه وزوجة وأولاده وحقوله ومقتنيات من أجلي ومن أجل الملكوت هياخد هنا حتى في هذه الأرض 100 ضعف وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. بس الثمر الحقيقي هو ان انا مش عايز اروح لوحدي. اللي بيدوق المسيح هو ده اللي ابتديناه بالايه دي، انك تشتاق للكل، انك تراهم في احشاء المسيح. بالظبط. عارف عارف لما الرسول بولس بيقول انه الضروره موضوعه عليا، ويل لي ان كنت لا ابشر. هو في الحقيقه بيتكلم على البردن او على التثقل اللي روح الله بيحطه على كل انسان داء المسيح، انه يذهب ويخبر بكم صنع معاه الرب ورحمه. عارف لما لما الواحد بتحصل في حياته حاجة مثيرة ما بيبطلش يتكلم عنها ويبقى نفسه ان كل حبايبه وكل يعرفه، لدرجة ان الرسول بولس بيقول انه لو حتى وصل الامر ان انا اود ان انا اكون محروما من المسيح لاجل اخوتي وانسبائي حسب الجسد. تعبير يعني ليه مضمون عميق جدا للي يخش فيه في اعماقه يعني. بالظبط. يعني فانا عايز اقوله انه الله لما بيحط على واحد هذا التثقل الواحد ما بيقدرش يهرب منه، بيحاول يهرب، بيحاول يحطه على جنب، بيحاول ياجله، بيحاول. ما ينفعش الترشيش يا دكتور. هي نينوى. لكن ارميه برضه. وارميه لا تاكل اني ولد. وارميه يعني بالمثل بتاع حضرتك ارميه وموسى. الناس كلها وقفت حبت تكمم افواهه وتقول له اسكت ما تقولش الكلام ده تعمل لنا مشاكل انت يا راجل، يعني كل ما تطلع حاجه تطلع مشكله، لانه كان بيتكلم بالحق الالهي. قال لك كلمه ربنا جوايا ما اقدرش اخبيها. بالظبط. فقال انه سكت، فبيقول فصارت كلمه الله في داخلي في احشائي كنار محرقه فمللت من الامساك
وموسى لما جه ربنا وقال له يا رب انا لا صاحب كلام لليوم ولا امس ولا حين كلمت عبدك، قال له ايه؟ قال له مين اللي عمل للانسان الكلام ومين اللي عمل كده وكده؟ انت اشتغل وانا همد. فانت ابتديت ومديت ايدك وربنا كمل المشوار. يعني بالذات بالنسبة لقناة الحرية اللي حصل انه مش عايز اقول ان في صدف بتحصل في حياتنا كأولاد ربنا، اعتقد صدفة مش موجودة في زي ما قلت حضرتك بالضبط. يعني ما عندناش احنا حتة قضاء وقدر وصدفة وحظ، لا الكلام ده. بس اللي بيحصل ايه؟ انك انت طول ما انت ماشي في السكة، وعلى فكرة المشي في السكة ما هوش ان الواحد يحضر قداس يوم الحد او يحضر وعظة في نص الاسبوع. لو ما فيش لقاء شخصي مع المسيح يوميا وامتلاء من روح الله، وده اللي بيقوله الرسول بولس، قلت حضرتك عليها في بداية الحوار، ده الشحن بالضبط. الموبايل لو سبته هيخلص، لكن ليه بنسيبه طول الليل يشحن؟ لان عايزين يبقى فولي تشارج. فده اللي بتعمله كلمة ربنا والخلوة الشخصية والحياة مع المسيح. فاللي حصل وانا ماشي في السكة اتكعبلت في الحرية. اتكعبلت فيها. دي احلى كعبلة لينا كلنا. ربنا يخليك. انا عشان خاطر الوقت مش عايز يعني اخد، لكن اشرح منظومة غريبة جدا ربنا عملها. لكن انه انا وكنت يمكن بحكي لاخويا ايهاب النهاردة بطريقة لم اطلبها ولم ادق على باب اي حد، لكوني طبيب اتصلوا بي وقالوا لي ان في شخص مهم جدا، وفي امريكا ما فيش زي كول، ما فيش هوم كولز، يعني ما فيش دكاتره بيروحوا البيوت، لكن نتيجه يعني وضع معين وكده. فوصلوا لي وقالوا لي تقدر تشوف فلان الفلاني. فقلت لهم تحت امركم. فروحت وربنا يعني استخدم شويه العلم اللي الواحد بيعرفه، وهذا الانسان اللي كان على وشك الموت ربنا حياة من جديد. ويطلع هذا الشخص هو رئيس لواحدة من أكبر القنوات المسيحية في العالم. فانعقدت بيننا صداقة، ودي حاجة أنا عملتها بطريقة فولنتير مش بطريقة لها أي حاجة تانية، يعني لأنه ربنا أصلا اللي فتح الموضوع. وهذا الشخص رغم أنه هو أمريكاني، لكن أنا فوجئت أنه في بيته وفي مكتبه كمية هائلة جدا من الأيقونات، أغلبها روم أرثوذكس وروسيين وكده، يعني تقدر تعرف لأن دي الغالبية اللي موجودة في العالم. فعدت أتكلم معاه وقلت له أنه الكنيسة كانت كنيسة واحدة لمدة 6 قرون ولم تكن هناك أي حاجة، رغم أن كان في أقطاب للكنيسة زي مدرسة اسكندرية، زي أنطاكيا، زي روما، زي القسطنطينية، لكن كان في منظومة روحية في مدة 6 قرون الأولى. وكانوا بيستلموا من المسيح شخصيا، يعني الرب يسوع المسيح سلم الرسل، والرسل سلموا اللي بعديهم، حتى نلاقي انه هذا التسليم موجود زي ما بيقول الرسول بولس لتلميذه تيموساوس وهو كان اسقف، تسلمت من الرب ما قد بالضبط، انه ما سمعت مني بشهود كثيرين استودعه اناس امناء يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا. فحتى كانوا بيقولوا بيصلوا بنفس واحده، يعني طبعا في وحده رايت. وهم سلموها للجيل اللي بعده اللي هو بنسميه الاباء الرسوليين، زي اغناطيوس وقديس اغناطيوس وقديس بوليكاربوس وغيره. وهم سلموه للجيل اللي بعدهم زي ايرينيوس، وبعد كده سلموها للمدارس المسيحيه اللي كانت موجوده. وهنا انتقلت روح المسيحيه والمسيح من الناس. يعني لما الرسول بيولس بيقول ان بشركم احد بانجيل اخر غير اللي بشرناكم، هو ما كانش في ساعتها الانجيل مكتوب، لكن كان في إنجيل الحياة، كان معاش المعاش، وكان في التعليم النقي. علشان كده هنلاقي إن المجامع جات علشان خاطر تقدر تقف قصاد كده. وطبعا عارفين الدور الغير عادي اللي عمله، وهو one of my favorites، القديس أثناسيوس الرسولي لما قالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيوس، قال لهم وأنا ضد العالم، كونترا لوموندو. لأنه فعلا أنا عايز أقول إن الأريوسية في الوقت دوت كانت ممكن تحول المسيحية أنها تبقى الإسلام المعاصر، لأنه إحنا عارفين الأفكار دي وانتشرها في الجزيرة العربية، هو اللي ساهم في بعد كده صياغة حاجات كتيرة في الإسلام.
فقلت له ليه ما نرجعش يبقى عندنا قناة. قلت له ده الحلم بتاعي ان يبقى عندنا قناة بتقدر تربط الماضي بالحاضر. جميل. والقناة دي تبقى بتستمد جذورها من الكنيسة الأولى كتعليم وكحياة وكممارسة، لكن أيضا بتقدر تربطها بالقرن الواحد والعشرين. عندنا سياسة وعندنا اقتصاد وعندنا اضطهاد وعندنا مشاكل شبابية وعندنا مشاكل أسرية، عندنا حاجات كتيرة جدا ما ينفعش تجاهلها. بالضبط. فإزاي نقدر نربط الاثنين ببعض؟ ومن هنا نشأت قناة الحرية. هو الحقيقة حصل عرض، لما قلت له الكلام ده حصل عرض الحقيقة أقدر أقول إنه كان لا يمكن رفضه. قال لي طيب إحنا قناة كبيرة، إحنا هنديلكم مكان وهنجهزه لكم وهنديلكم كاميرات وهنديلكم أجهزة البث، فيش صدف هنا، وهنديلكم إن إحنا نحطكم على 4 ساتلايت في العالم كله لمدة سنة، وبعد السنة ديت أنتم مسؤولين إن أنتم تبتدوا تقفوا على رجليكم وانتم تدفعوا ايجار الساتلايت وتدفعوا مصاريف العمالة وتدفعوا مصاريف الانتاج. طبعا اعتقد ان ده كان فير جدا طبعا بعد سنة بحالها طبعا انه يحصل كده يعني. وفي الوقت الاولاني كان كل غرضنا ازاي نعمل انتاج وغيره وغيره. انا ماني شاطر في الفند ريزينج ولا بعرف الحاجات دي قوي والكلام ده كله خيبان يعني. يعني زي ما بقول لأغلب الناس what I know how to do in my life is medicine and ministry. يعني كل اللي عرفه عمله في الدنيا هو الطب والخدمة. ربنا فماليش في كل ما ماليش في حاجات كتيرة قوي يعني. لكن لقيت الحكاية دي وقعت قصادي، فطبعا كان عرض لا يمكن رفضه انه فعلا نلاقي اتجهز لنا مكان وانه فيه. لكن بعد كده يعني هو بداية الصواريخ بقى هو راح السماء. لكن النهاردة احنا بنواجه الحقيقة انه عندنا أسيتس ثابتة، لكن لو ما عندناش اللي ندفع بيه الساتلايت وما عندناش اللي نقدر ننتج بيه برامج وما عندناش اللي نقدر ان احنا ندفع بيه تمن العمالة، الحاجات دي كلها هيكسوها التراب او غيرنا هيستخدمها. فالنهاردة في صوت لقناة الحرية بيوصل للعالم كله، هو ده الحقيقة الغرض الوحيد. إزاي إن يبقى فيه المانسلي دونرز اللي يقدروا يشيلوا الموضوع دوت. أنا طبيب وبشتغل ومصر إن أنا أشتغل لغاية لما ربنا يقول لي كفاية كده، لأني كمان عايز أزيل عن الخدمة أي إحساس إنه أنا هقولها أنا من النوع البلدي شوية السبوبة. أنا عارف إن أغلب الناس انه في ناس بالنسبة لهم الخدمة هي كمان مصدر دخل. فانا بقول انه قناة الحرية فعلا قناة قايمة على دعم المشاهدين، ما عندناش اي دعم مادي الا من خلالهم، واي دعم لوجيستي موجود عندنا من خلال الفيكسد اسيتس اللي هي زي الكاميرات او الحاجات دي كلها. احنا بنشكر ربنا جدا لاجل هذه القناة الامريكية اللي ساعدتنا ان احنا نقدر نستعملها، لكن هم ما يقدروش يعملوا أكتر من كده. هم منتظرين إنه الشعب المسيحي العربي اللي يبقى عايز كلمة ربنا توصل للعالم كله. أنا مش عايز أقولك قد إيه بيفرق معايا إنه أنا يمكن قلتها في حلقة سابقة في الحلقات اللي قلتها، لكن بحب أكررها كتير لأنها من ضمن الحاجات اللي تركت بصمات غير عادية علي. إنه وصلني جواب عليه مثلا حاجة بتاعت 15 طابع من فوق ومن تحت ومن كل حتة وجاي من المغرب، وواحد بيتكلم وبيقول أنا اتغيرت بسبب الخدمة، وأنا كان اسمي كان يعني فلان، كان اسمه فلان واسمي دلوقتي بولس. وأنا استغربت طيب ما في انترنت وفي إيميل و15 طابع على الجواب من قدامه ومن ورا كان ممكن، وسايب رقم الموبايل بتاعه أو التليفون. فاتصلت بيه، هو فوجئ طبعا، كان هيحصل له هارت اتاك ان الراجل اللي بيشوفه على التلفزيون دوت راجل عادي زي بقية الناس بيتكلموا وكلموا في تليفون في المغرب. وقلت له انت ليه يعني ما كنت تبعت لنا ايميل او اي حاجة، انت كلفت نفسك طوابع وبتاع. قال لي انا عامل من عمال اللي بنسميه الترحيل، بيشتغل في الغيطان في اوقات الحصاد.
وانا اقرب انترنت كافيه، انا طبعا راجل ما عنديش كمبيوتر لكن اقدر انترنت كافيه على بعد 12 كيلو وانا موجود في حته ما فيهاش اي حاجه زي كده، لكن انتم وصلتولي من خلال التلفزيون، انتم وصلتولي. عظيم ربنا. لما بشوف الحاجات دي كلها بقول ده طز في اي حاجه تاني في الدنيا. طب دي مش بتقويك يا دكتور أفهم؟ دي هي صدقني الحاجات اللي زي ما تقول ايه، ده اللي تشارج زي التليفون اللي بتحطه في الكهرباء فيولع. ده فعلا التشارج الحقيقي، انك تشوف انه ازاي فعلا حاجه زي كده بتحصل. واحد في عمق اعماق مكان نائي في بلد لا تسمح بوجود الكنائس فيها للوطنيين، ونلاقي انه التلفزيون غير كل دول. وانت فاكر الموقف بتاعنا برضو اللي حصل في سيدني هنا؟ بالظبط، لما اتقطع علينا الساتلايت، اتقطع الساتلايت 4 ساعات، ومعجزة اقدر اقول ان هي كانت تفوق العقل. اول ودخلنا تاني على الساتلايت 5 دقايق قبل برنامج لماذا. وبعد كده اول مكالمة خدناها كانت ايه؟ اتفضل. احمد من السعودية وعايز يقول يتعمد. انا عايز اتعمد. كانت يعني ربنا بيقول يعني انا ايدي معاكو وانا متابع وانا بشتغل. ودي الرسائل الحيه اللي بتوصلك لما انت تبقى بتقدم البرنامج هاب، او انت محاور اللي بتسمع الكلام ده رغم قطع الكهرباء وكل الكلام ده. طب قولي شعورك كان ايه ساعتها؟ الصراحه انا قلت ربنا يمكن بسبب الشخص ده هو اللي انت شفت حضرتك وهاني عملته مجهود قد ايه، يعني 4 ساعات تليفونات وايميلات، يعني كان اكيد ما نامش طبعا، وهاني طول اليوم. واحنا على الهوا قلنا طيب لو ما طلعناش استراليا اتليست مصر طالعه. وقبلها ب5 دقايق 4 دقايق فاكر انا فتحوا الباب وقالوا لنا احنا هنطلع على الهوا، فكانت جميله جدا. وعارف شجعتنا، واول مكالمه تيجي كان الاخ ده، فبقول بالظبط كده ربنا بيقول لنا انا مش سايبكم لوحدكم، انا ايدي معكم وانا معكم. طيب يا دكتور عايزين نخلي أتفضل. الوقت ده كان الساعه في توقيت كاليفورنيا كان حوالي الساعه 2:05 بالليل في صباحا يعني. أنا بكيت وقلت له يا رب لو كان كل البهلوانات اللي عادنا نعملها دي في خلال 4 ساعات اللي فاتت جابت النفس دي، أنت مت علشان خاطر النفس دي، أنت مستعد أنه كفاية أن السماء فرحت بخاطي واحد يتوب، دي تساوي إيه في الدنيا؟ فساعتها بتصغر قدامك كل حاجة تانية. ناس كتيرة تقول لي ما تركز في شغلك وفي عيادتك وفي الجامعة اللي بتدرس فيها. طب يعني صوت مين بقى ده يا دكتور؟ بص احيانا كمان صوت الاحتياج. اصل الموضوع ده انا واثق يا ايهاب، انا وانت مثلا في مجال عمل ويمكن كل واحد فينا ليه مجاله، اكيد بيجي لنا برضه وقت. طب شغلك ولا الخدمه؟ طب لا وبعد كده لما بتخدم اكتر بتتحارب اكتر في الشغل يعني احنا من ساعه ما ابتدينا موضوع التلفزيون ده الشغل الكميه بتاعت الشغل قلت. فحتى كنت بكلم زوجتي بقول لها اكيد الشيطان عمال يحارب فينا عشان نقف، عشان ما نكملش، عشان ما نعملش، لكن في الاخر ربنا الايد بتاعته بيبارك في القليل وفي الاخر بتحس. فمره بتكلم مع حد بقول له يعني شوف احنا بنخدم ربنا قد ايه، بس يعني فاينانشال العمليه صعبه شويه. فالست اكنها صوت ربنا رد عليا قال لي طب ما هو مش مهم فاينانشال، بس شوف ربنا مديك الصحه دي تسوى كام. قلت ربنا بيقول لي انا معاك اهو، اتعلم ده، انت مش مهم الفلوس، المهم الصحه اللي ربنا اديها لك عشان تخدم. انا عايز اقول لك بقى بناء يعني اخد الخيط من كلامك كده، ده ممكن الشغل يزيد مش يقل ويعطلك ويبقى له اولويات عن الخدمه. صعب الشغل يعني ممكن الحرب ممكن تيجي من اتجاهين مش على بالك. صح يا دكتور؟ يعني ممكن يجي كده. وطول ما الواحد ماشي يعني لما المسيح قال حينما ارسلتكم بلا مزود وبلا فضة وبلا ذهب وكده هل أعوزكم شيء؟ ما احتجتوش حاجة. المسيح مش هيبات مديون لحد، ومحدش هيقدر يقول أنا عملت لأجل المسيح. ده هو أصلا اللي ادالنا كل حاجة، فمن إيده وبنعطي. فأنا عايز أقول إنه الحاجات اللي بتحصل والثمار اللي بتحصل دي فعلا بتخلي الإنسان قادر إن هو يستمر. أنا عارف لو في مكالمات وإحنا أنا بتالي كان في مكالمة مش عارف لسه معانا ولا لأ، مخرج الحلقة توني. طيب مارينا من سيدني، احنا اسفين على انتظارك على التليفون. مارينا تفضلي. الو. اهلا مارينا تفضلي. مساء الخير يا عمو ايهاب والدكتور رأفت. اهلا وسهلا. والاستاذ ممدوح. اشكرك. انا بحب قناة الحرية قوي، بتابع كل برامجها وانا برنم في
برنامج لماذا مع عمو إيهاب. أهلا وسهلا، أهلا بيكي. كل حلقة بتقول ترنيمة على الموضوع بالزبط يعني. آه. هتشوفها يوم الحد عندنا في الكنيسة، صوتها حلو قوي، بترنم حلو قوي كمان عندنا في الكنيسة. نشكر ربنا، ربنا يبارك في كل مواهبك. أشكرك يا مارينا. الحمد لله. أنا بحب أرحب بالأستاذ رأفت. أهلا وسهلا، وإن شاء الله نشوفه في حالة البرنامج، وأنا برنم في حالة البرنامج لماذا. أنا أخد بركة كبيرة كده، هتحرميني منك الحلقة دي، بس هنسيبك مع إيهاب ياخد هو البركة بتاعتك. ربنا يخليك يا ده. شكرا يا مارينا. طب لو حبيت أقول، هو برضو مش سؤال، لكن هو يعني عايز أطرحه ما بين دكتور رأفت على خدمته وما بين إيهاب كشماس إكليريكي. بتشوفه يعني لو أخدت مثلا، قلت سألت السؤال ده لإيهاب وسألته لحضرتك، فلو مثلا عايز أقول لك إيهاب، لو بتقارن، يا ترى الخدمة أيام بولس الرسول، عايز أقول أصعب ولا أسهل، ولا أيامنا دلوقتي أصعب ولا أسهل، والفرق في الإمكانيات اللي ربنا اداها في الوقتين، لأن الكرازة من البداية. هو أنا متهيألي كل عصر وليه الوقت بتاعه والكرازة بتاعته. يعني أيام القديس بولس الرسول كان بيسافر، كان فيه إمكانيات بيسافر، وكان حاجات قريبة. إحنا أيام الكرازة بتاعتنا برضو فيها تعب، لكن فيها ناس. يعني كمية الهرطقات اللي بنشوفها، كمية الناس والإلحاد اللي بيبعدوا عن ربنا اللي بنشوفها. وأنا متهيألي لو أيام بولس رسول جه دلوقتي هيستعمل فضائيات. رسالة، ما أنت عايز توصل كلمة ربنا للناس كلها. قديس بولس رسول كان بيوصل بنفسه، والمسيح قال لهم تلمذوا جميع الأمم واللي علمته لكم وصلوهم، وبإمكانياتهم وصلوا كل حاجة. وعلى فكرة برضو في الموضوع بتاع لماذا هتكلم، كان كل واحد دخل الكنيسة كان برتبة مبشر. حلو، وعندنا تعبير رتبة مبشر. رتبة مبشر، وانا بقابل ناس، يعني بقابل في الشغل بتاعي ناس ايلاندر، بقابل ناس نيوزيلاند، ويقول لي انا بريست، وبيقف في الشارع يوم الاحد بشوفه بيجيب الانجيل ويمسك الناس في الشارع يكلمهم. فربنا بيشتغل بطرق عجيبه مع الناس كلها، من كل الامم، من كل الشعوب، من كل القبائل، صوت ربنا في كل انسان. فانا متهيألي بولس رسول الايام دلوقتي ربنا بيفرح بكل واحد جاي له. ربنا بيفرح بكل عمل صغير نعمله، ربنا بيفرح بينا بكل حاجه نعملها. فالقديس بولس رسول لما هيخش السماء زي ما دكتور رأفت بيقول، احنا هنخش ومعنا مين؟ شوف بقى ألوفات لحد دلوقتي بيتعلموا، ملايين على ايد. ما ينفعش تخش لوحدك، لا ما ينفعش. هتيجي تقول لربنا بعد كل ده، هيقول لك فين الاولاد اللي انت جبتهم معاك، جاي لوحدك بطولك كده؟ ما ينفعش. ممكن تتقلدي عليها الوكاله. عارف في يعني، هل الوكاله هي اهل بيتي بس؟ لا وما طبعاً. تمتد الى، ولا الوكاله دي كل من قابلته؟ عارف يا استاذ ممدوح، انا ممدوح بس قدام القعده دي. السامريه ايه اللي حصل فيها؟ هل السامريه انسانه مثلا بتفهم في الكتاب ومش عارف ايه، هي حاولت ترسمهم على المسيح لما لقت انه بيتكلم في الدين. لكن لما حصل التغيير الحقيقي مع لقائها مع المسيح، ما حدش قال لها، ولا المسيح ولا التلاميذ ولا اي حاجه، تمام، روحي اعملي ايه. لكن دي واحده مفروض ان هي في علامات استفهام كتيره على شرفها في المدينه، يعني بلا شك ما هياش اقدر واحده، او يعني اكتر واحده ليها في المصاف الاجتماعي اللي تقدر انها تعمل بتاع. لكن التلقائيه اللي جواها، انسانا تعالوا انظروا، انسانا قال لي، اختبرت كل ما فعلت، اختبرت بالضبط. عايز اقول انه الشخص، ويمكن دي تكون جرس انذار لكتير من الناس، لو انا حياتي كلها هو مجرد ان انا واحد، سواء بروح الكنيسة كعادة او بروح اي حاجة، او مجرد عايز امشي جنب الحيط وكافي خيري شري، وانا مش صاحب كلام، وانا مش عارف ايه وزي كده، اللي عايز اقول انه مرات كتيره جدا بنخسر الدعوه الحقيقيه بتاعه حياتنا، ومش هنلاقي سعاده براها. عارف لما الكتاب المقدس بيقول في طريق احكامك يا رب انتظرناك، انا دايما بمثلها بقول ايه، لو انا رايح اسكندريه، الاتوبيس ولا القطر اللي رايح اسكندريه مش هيعدي عليا تحت البيت، انا اللي لازم اروح له، انا اللي لازم امشي في طريق احكامه. يمكن في ثمن بدفعه برضو، عشان عارف مفيش ثمن قد اللي دفعه المسيح فينا. أكيد. احنا عمرنا ما هنقدر ندفع حاجة. بس عايز اقول الاحساس الشديد بانه الله افتقدك
وخدنا من المزبلة علشان خاطر يجلسنا مع رؤساء شعبه، دي في حد ذاتها قادرة انها تغير كيان الانسان كله، يبقى عايز يتكلم على المسيح وعايز يعمل اي حاجة. ربنا ادانا النهاردة قناة زي قناة الحرية ممكن توصل لكل بيت متكلم بالعربية في انحاء العالم. يعني الرسول بولس لما كان بيسافر كان بيروح في حتة محدودة ويقعد له اسبوعين ثلاثة شهر علشان خاطر يوصل ويعدي باخطر في البحر واخطر من جنسي واخطر زي ما بيقول في رسالة كورنثوس الثانية، وفي الآخر علشان خاطر يكلم عدد محدود من الناس. النهاردة ربنا بيدينا الفرصة ان احنا نعمل ده كله. الحقيقة نفسي اشجع بالذات لانه النهاردة استراليا في وضع خاص جدا، ان فعلا في احتياج شهري $20,000، 10,000 بيروحوا علشان خاطر الساتلايت، و10,000 تاني علشان خاطر انتاج البرامج الغزير في 4 برامج لايف من استراليا، سواء الحرية استراليا او لماذا او بصمات الله في الخليقة او اليوم الطبي وبرامج اخرى. حتى انا بشكر جدا CMTV اللي بيدونا الفرصة ان احنا من خلالهم نوصل للعالم كله والاستراليا بالذات، بيدونا برامج وفي انتاج غزير وصوت استراليا وصل للعالم كله. المبلغ ده مبلغ تافه جدا يا جماعة. حضرتك او حضرتك لما النهاردة بتكون عامل اشتراك في أي حاجة، لو ما دفعش الاشتراك دوت بيتقطع عليك الإرسال. أنا عايز أقول إنه إحنا بنقدم كل حاجة مجانا، أخذتم مجانا أعطم. فإحنا النهاردة ربنا ادانا الإمكانية دي عايزين نبقي عليها. لو في 200 شخص كل واحد قال أنا شهريا هتكفل $100، أنا بشكر ربنا لأجل الاقتصاد في كندا وأستراليا بالذات، يمكن بالنسبة للعالم الغربي يعتبر إحنا هنا في استراليا أو في كندا من أعلى المستويات في المعيشة. يمكن بالنسبة لناس كتيرة $100 في الشهر لو سبناهم هيصرفهم بالتأكيد على فنجان قهوة كل يوم الصبح، لكن ممكن تكون رسالة الحياة لأخويا اللي في المغرب، لأختي اللي في الجزائر، والصديق اللي من السعودية، علشان خاطر دي تكون الوسيلة الوحيدة اللي بيها يعرفوا المسيح. من فضلك كن واحد شريك شهري، والتليفونات والبنك اكاونت موجود على الشاشة، وفي تليفون كمان مشكورا اخويا العزيز ايهاب هدا لقناة الحرية علشان خاطر الناس تقدر تتكلم عليه وتبعت SMS وتكستد تكست مسجز علشان خاطر نكون متواصلين معاكم على طول. احنا محتاجين لـ200 شريك من استراليا يقولوا شهريا احنا هندفع $100. انا اعتقد ده مبلغ تافه جدا على قد الخدمة اللي بتتقدم. ممكن في حلقات تانية وانا موجود في استراليا اشرح حضرتكم الحاجات دي ازاي كلها بيتم صرفها. اعتقد حضرتك هتكمل مع ايهاب برضو الحلقة اللي جاية ان شاء الله. فانا اعتقد ان فاضل دقيقتين، فقبل ما ناخد المكالمة بعد إذنك يا توني، بس عايز أقول حاجة صغيرة قلتها حضرتك اللي هي مجانا أخذتم مجانا أعطوا. أنا بس برجع بسرعة للمثل بتاع نوح لما ربنا اداله زوج من كل حيواناته عشان يكمله، لكن في الحيوانات الطائرة والطيور الطائرة اداله 7. طب أنت هتقدم منهم زبايح بعد كده، فعايز أقول إن ربنا بيعطي وهو دي الزبايح اللي أنت بنقدمها، فهي من يدك وأعطيناك، ده مظبوط جدا. أنا ساعات بختلف ساعات مع بعض الصلوات لما يقولك نكرم الرب من عطايانا، أنا عايزه نكرم الرب من عطاياه، صح؟ أنها كلها من عنده. فأنا هيب أنا نفسي أتكلم معك أكتر ونفسي أقعد معك أكتر يا دكتور، بس إحنا عندنا مكالمة والوقت جري جدا، فأنا آسف إذا كان 10,000 سؤال اللي كانوا عندي ما سألناش أو ما كلمناش. لا هنطلع تاني، هنطلع تاني طيب. إن شاء الله يوم الاثنين هنطلع. أمين. وهنطلع كل يوم إن شاء الله. أمين. والنهاردة حتى بعد الحلقة دي في قاعدين وبكرة كمان وبكرة كمان عندنا حلقة الصبح. أعتقد 11 الصبح في توقيت سيدني، مظبوط الكلام يا توني؟ شكرا. معنا مكالمة لسه، أبو مهند من الأردن، أهلا بك أبو مهند، تفضل. صباح الخير. صباح النور. تحية محبة لكم ولجميع العاملين في قناة الحياة الحرية الفضائية، الكنيسة الفضائية. الله يبركك يا أخي أبو مهند. حلوة الكنيسة الفضائية. لأنكم لا تطلبون الشهرة والسلطة والمجد، لأن عليكم كمؤمنين أن تخدموا بعضكم بعضا
وبهذه الطريقة تتبعون طريق الرب يسوع المسيح. هكذا أنتم تعملون وتخدمون في أماكن كثيرة لأنكم تعلمتم من رب المجد، ولكنكم لا تريدون الشهرة لأنفسكم. والمطلوب منكم أن تلبسوا ثوبكم الأبيض في كل وقت لتساعدوا كل من يريد المساعدة. البسوا ثوبا نقيا نسج بدم الفاتح العظيم. إن كنتم تخدمون لتنالون مدح العالم ومجده فإنكم تضحون بمجد الله. وشكرا، شكرا لكم ولقناة الحرية، وإلى الأمام، إلى الأمام دائما. صلواتك يا أخي. أمين. شكرك يا أخ أبو مهند، شكرك يا دكتور. أعتقد معنا مكالمة تانية أو مكالمة أخيرة، ناجي من سيدني. ومع بنفكر بس المشاهدين الكرام الأعزاء ان احنا هنكمل معاكم الساعة 6:30 النهاردة بتوقيت سيدني مع إيهاب وهيب ومع ياسمين سيدروس في برنامج لماذا. فاللي عايز يروح ياكل حاجة يشرب حاجة بس يرجع بسرعة عشان 6:30 هنبتدي حلقة جديدة. أهلا بيك ناجي من سيدني، تفضل. ناجي، ماجي أو ناجي؟ خير أستاذ ممدوح. ناجي. أهلا أستاذ ممدوح، إزيك؟ أهلا ناجي، تفضل. إزيك؟ أنا طبعا بشرف كثير جدا بحضور الدكتور معنا في سيدني. أهلا وسهلا يا أخي ناجي. أهلا بك، أنت شرفتنا وشرفت البرنامج، ومرحب بك في سيدني استراليا، وحضور أخونا الحبيب ممدوح والأخ إيهاب. يعني احنا نشكركم كثير جدا على محبتكم، ونشكر هذه القناة المباركة. شكرا. ربنا يبارك فيكم. وكمان انا بشكر الاخ اللي اتصل من الاردن، كثر خير وكلامه كان جميل. قناة ناجحة، قناة مبروكة، قناة عظيمة. ربنا يبارك فيكم. شكرا يا ناجي، اشكرك جدا يا ناجي. احنا للاسف وقت الحلقة خلص، فانا اسف ان انا بقطعك، بس هو للأسف وقت الحلقة خلص. فبشكرك جدا لمدخلتك، وخليك معنا، ممكن تخش تاني في حلقة إيهاب على الساعة 6:30. أشكرك يا ناجي. احنا أنا مش عارف أقول للأسف، لأن أنا استمتعت جدا، واستمتعت بربنا اللي في كل شخص وفي كل قلب فيكم. وحضورك معنا دكتور رفعت كان، يعني عايز أقول إيه، زيارة المسيح أو زيارة بولس الرسول لنا في هذا العصر. أنا جاي أتعلم وجاي أخذ بركتكم وبركة كل حبايبي. إحنا اللي خدنا بركتك يا دكتور، وأنا خدت بركتك وخدت بركة إيهاب. ربنا يخليك. وأنا عارف إن البرنامج خلص، بس لو مخرج البرنامج اسمح لي في 20 ثانية دكتور رأفت يختم لنا بصلاة. 30 ثانية، تفضل. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. يا رب بشكرك لأجل عمل نعمتك يا رب، أنت لا تترك نفسك بلا شاهد، وأنت رب بتعمل من خلال كل الناس. بشكرك يا رب أنك بتختار الناس اللي فعلا العينين كلها مش ممكن يبقى عندها أي انبهار بيها، علشان خاطر أنت تظهر بكل مجدك. والنهاردة رب بنسلمك عملك في هذه القارة الواسعة في استراليا ونيوزيلندا، علشان رب إيديك تمتد إلى كل عمل. يا رب فعلا محتاجين نشوف هنا تلاميذ لشخصك وشهود حقيقيين ما بيسكتوش النهار والليل غير ان هم يحكوا عنك ويتكلموا عنك ويقودوا الناس الى تبعيتك الحقيقية. يا رب بصلي لأجل قناة الحرية في استراليا، بصلي يا رب لأجل اخواتي الموجودين معانا النهاردة، وبصلي لأجل الملايين اللي بيشوفونا في انحاء العالم. يا رب يا رب افتقدنا في كل بيت مسيحي، افتقدنا في كل عائلة مسيحية، افتقدنا رب، وافتقد الكثيرين مسيحيين وغير المسيحيين من حول العالم اللي في قلبهم صراخ وطلبة حقيقية مخلصة عشان يعرفوا مين هو الإله الحقيقي. مجد نفسك يا رب واظهر عملك في وسط السنين، احييه. بنصلي هذا يا رب في شفاعة دم المسيح مع صلوات كل قديسيك وأمنا العذراء مريم. لك الكرامة وكل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. آمين. أعزائي مشاهدي قناة الحرية، أنا واثق أن أنتم استمتعتم بالحلقة دي. يمكن أدي، أنا مش عايز أقول أن أنتم أكتر، بس أنا عايز أقول أن استمتعت بها جدا. مشاركة الدكتور رأفت ومشاركة أخويا إيهاب، أنا on top of the world today. فأشكركم مرة تانية. إيهاب أشكرك، دكتور رأفت.